هذه كاظمة. رابع الترتيب استقبل الكويت الوصيف في مباراة تابعة مديان. رضوان أمجد عطوان بيلعب كرة طويلة حلوة ناحيت الكويت حامل لقب الدوري في آخر ثلاثة مواسم يدرك أن أي تعثر يعني هروب المتصدر، يعني أن الكرة لم تعد في ملعبه بل سيصبح بحاجة إلى مساعدة البقية، والامتحان جاء على أرض كاظمة. ومن هذه الكرة طلب لاعبو كاظمة بلمسة يد في المنطقة المحظورة، والمطالبة لم تلقى آذانا صاغية. فيها لمسة يد، لكن هل تحسب بقراءات الحكام؟ بعدها لم يظهر حارس الكويت إلا فيما ندر، لتتحول المباراة في الثاني إلى جهة واحدة، والعراقي علاء عباس نفذ المطلوب بتسكين الكرة وإرسالها إلى البعيدة، وهو ما فطن له حارس كاظمة علي جراغ. علاء عباس هذه المرة لم يترك المجال للصدفة أو التألق، والهدف جاء بعد طول انتظار. جول أول لصالح نادي الكويت، وجول أول في المباراة ينجح. هدف العراقي لم يهدئ النفوس بل زاد طمع العميد بمزيد من الأهداف. ولاحظوا أننا على نفس الجهة، أما الخطورة فحدث ولا حرج. دفاع بسيط دون فاعلية لكاظمة ليترك خلفه شوارع وممرات، صال وجال فيها لاعب الكويت، والبرازيلي بسمارك لم يوفق، حاله من حال يوسف ناصر. كرة عرضية خطرة خطرة، الله، بسمارك بيتابع كرة عرضية من يوسف ناصر، لكن الأخير لديه الحافز فهو هداف الدوري حتى الآن، وأي هدف يساعد به الكويت لتضييق الخناق على المتصدر فكان له ما أراد قبل صافرة النهاية في الوقت البديل. هدف من الرضوان، صدى الملاعب.